للمتابعة لفاتن الخضري ومبارك زماني. انزاحت هذه المنشأة المائية عن دورها الأصلي وأضحت مياهها ملاذا لعبر مدخل تارودانت في الاتجاهين تخفف عنهم درجة حرارة تزداد وطأتها وهم ممسكون عن الشرب. ولله الحمد لله على هذا المتنفس اللي تلقينا معاه في الطريق هذه غادية طريق تارودانت. ما حدنا غاديين دابا طالعين للجهة ديال ورزازات غادية وكترتفع. متهم ليش في هذا اسميتو ضيت الماء هذه من نتبردوا فيها شويه. كنخدموا نص نهار ونص نهار كنجيو لهاد الساقيه هذه كنتبردوا فيها بحر رحمه الله. هذا هو البحر ديالنا حنا. ما عمر هاد المعركه في الحراره عقلنا عليها. اليوم ما خدامين وجينا نتبردوا مع الدراري. قرنا اخويا قرنا وحنا صايمين لا ما نجي نتبردوا. قلب المدينه بدوره ساكن على غير عادته حتى بالنقط الاكثر رواجا، فقساوه الحر خففت حركيه الساكنه والزمتها منازلها احتماء من القيد والتماسا لبروده اضحت بتارودانت اعز من الكبريت الاحمر. كان الحراره مرتفعه هنا في البلاد عندنا في تارودانت وداك الشيء علاش حتى التجاره حتى هي راه وقفة وما كاين ما يدار. اللي عنده شي ما يدير تيجي للمحل ديالو، اللي ما عنده شي تيبقى في دارو تيتخباه. والصيد هنا راه مال فينو تارودانت معروفة بالصيد ديما. الابتعاد في فترات الذروة عن التجول في الطرقات بغير سبب ضروري، كذلك يجب الإكثار من تناول المياه السوائل في فترة الفطور، وكذلك الفئة ديال المسنين وفئة الأطفال، بحيث أنه يجب الانتباه لهذه الفئتين هذو. ولمن يرجو العافية وقضاء فرض الصيام بأمان، ما عليه سوى الالتزام بهذه النصائح في انتظار أن ترأف السماء بحال ساكنة المدينة وتجود عليهم بأيام منخفضة الحرارة. المعاناة مع ارتفاع الحرارة تطال.